احنا ليس مطالب نستطيع ان نقول كهرباء وماء وهاي، لكن هو تغيير النظام السياسي تغييرا جذري وتحويله الى نظام رئاسي وتحويل والغاء الدستور الذي هو سبب كل المحن والابتلاءات والمصائب من طائفيه ومن احتقانات ومن محاصصه ومن احزاب ومن عدم تعيينات. نعم، العمليه السياسيه مبنيه على الولاءات والتبعيه، وعمليه سياسيه من اول مبنيه على الاخطاء ومبنيه على الولاءات الحزبيه والمحاصصه الطائفيه. نعم والله، لا يعني ما نحدد دولة دون أخرى، كلها إيران، السعودية، تركيا، كلها لها مصالح ولها أجندات، والأحزاب لا تعمل إلا بمشورتها وبأخذ الأوامر من عندها. احنا مو مطالب، عندنا هم رساله نريد نوجهها للعباده. الرساله اخر مؤتمر صحفه اليه قال البرلمانيين يعني مغانمهم وامتيازاتهم اخذوها من حلق الجدر، بما هو كان يشتغل طباخ بحد الدول، ظل يحكي لنا بلغه المطابخ، قال امتيازاتهم اخذوها من حلق الجدر. زين والشعب منين ياخذ امتيازاته؟ اذا انت شرعنت لهم وقلت ياخذون امتيازاتهم من حلق الجدر، والناس هاي منين تاخذ امتيازاتها؟ وانت يعني موافقهم ان اخذوا امتيازاتهم وموافقهم على الامتيازات، واحنا من هذا المنبر ندعي الشعب العراقي للخروج بالتظاهرات. يعني شنو معناها؟ ان شاء الله الحل. لا شنو الحل؟ ما والله ماكو غير حل، هو غير وندعي الشعب العراقي يطلع بالتظاهرات. اذا ما طلعون تظاهرات ماكو كل حل، وكفاهم الوقوف على التله. اكو فئه كبيره من الشعب العراقي صاعده على التله ومنتظره. اذا المتظاهرين الله سهل لهم وعبره، صح انا وين المتظاهرين؟ اذا المتظاهرين الله لا يقولها وراحه وقال انا مو وين المتظاهرين. فنرجو بقيه الشعب العراقي يعني النزول من التله والنزول الى ساحه الاعتصامات احسن له. جزاكم الله خير. والله استاذ العزيز احنا مشكلتنا ترى مو مشكله مويه وكهرباء. اخي العزيز نظام سياسي كامل فاسد، حلقات كلها زايده، نواب رئيس الجمهوريه زايدين، مستشارين، مجالس محافظات كلها زياده هذه. يعني شنو انا اطلع اطالب عليك؟ والله يا العراقيين انا من هذا من هالمنبر هذا ومن هالبكان هذا، والله لو ظلوا العراقيين 100 سنه ينادون بالكهرباء والماء وفق النظام السياسي الموجود بالخضراء، والله ما توصلهم يمكن 5 امبيرات شمعه بشر. يا اخي كارثه كارثه. هسه اريد العباد يطيح لنا فاسد واحد، فاسد واحد حتى نصدق احنا انه هو يكافح الفساد وضد الفساد. هسه اريد اشوف لي فاسد فاسد. هاي فلوسنا وين راحت؟ المليارات وين راحت؟ يا ناس مليارات. يعني والله من المخزي، من المخزي انه انا بال 2018 مواطن بلد يطالب بمي وكهرباء. والله عيب، والله عيب عليهم، خليه يستحون. والله انا منهم اطم نفسي بنقر بعفره واقعد ما اكون سياسي. عم السياسي يشتغل الناس، السياسي يضحي. يعني السياسي هو ليه سياسي؟ انا من انتخبته وصلت، انا ما عندي شغل، وصلته بنظام برلماني وديمقراطيه. انت اعلامي والله لا جائزا خارجيه داخليه. هاي الاحزاب مو بس تضغط عليه، يجوز كتله، انا متاكد يجوز كتله ما يخلونه يشتغلون. حتى لا يريد يطيح له فاسد ممكن يقتلونه. عسى ولعل يسمع حديث الناس هاي البسطاء مثلي ومثل الاخ ويقول يابا هاي الناس ده تريد ما تريد تخرب بلدها. خلي انتفض المرجعيه وياك، الشعب وياك، شو تريد بعد؟ شو ثاني؟ قبل كانت الكتل تقول البرلمان مكبلني، هسه برلمان ماكو عمي، هسه انت بكيفك، هسه الدوله امك، انت الدوله، انت رئيس الوزراء، لا كتله تكبلك ولا برلمان يوقفك، يا اخي طيح بيهم ذبهم ترش السجون بيهم. No one.
شكرا لوجودكم بهذا المكان مع الجائعين مع المستضعفين. حقيقة نحن ثورة، أنا أختلف عن هذا زميلي، ثورة بدون دبابات وبدون سلاح، ثورة الصياح، ثورة الصرخة، ثورة صرخة الشعب ضد الذين باعوا أنفسهم وضميرهم. تبين للشعب أن هؤلاء ليس سياسيين بل مافيات مرد قتلة، باقوا ساقوا نهبوا. جاع الشعب، الشاب لما انتحصر بلا وظيفة وبلا راتب من حقه يشرب حشيشة، ومن حقه يقتل، ومن حقه يجرم، ومن فهذه ثورة الجياع. نعم ثورة لتغيير السياسيين في العراق باقين على المحاصصة دارين ظهرهم للشعب، لم يستحوا من ضميرهم، لم يستحوا من الله، لم يستحوا من الشعب. شنو اللي سويته انت العبادي لما تريد تمتص غضب الجماهير؟ كان على الاقل ذبيته بالكهرباء بالسجن وامتصيت غضب الجماهير. اذا انت شريك وياه لما ما تقدر تذبه بالسجن، انت شريك وياه. وعدتنا بحكم تكنقراط تجيب عديله تكنقراط اللي فلشت وزيره الصحه، بلشتوا التربيه. انتوا لو ما شايفين منكم مجال ما يقطعون مياه، تقتلون الحيوان وتقطعون الزرع والدابه وتفلشون الطفل، الحشيشه ترستوها، الاخلاق دمرتوها. هل من المعقول حكم شيعي يفتح ملاهي بالكراده ويحمي هاي الملاهي ابن 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 امام؟ ليش؟ اذا انتم موظفين لدى ايران وامريكا وبريطانيا واسرائيل تمر. لذلك نحن الشعب العراقي نطالب هيئه الامم ومجلس الامن بتدوين الدستور من برلماني الى رئاسي، حتى نخلص من المحاصصه المقيته لهؤلاء السياسيين. ارجوكم يا هيئه الامم ويا مجلس الامن انتفضوا للشعب العراقي. حبيبي احنا المتظاهرين احنا اليوم عند حكايه واحده بس للحكام الشيعة. الامام الصادق عليه السلام يقول لنا دوله في اخر الزمان. قالوا له ولما؟ قال لكي لا يخرجوا ابناء قوم ويقولوا لو حكمنا لعدلنا. انتم ان كنتم تعتقدون بكلام الائمه وتقولون احنا شيعة ونتبع ائمه اهل البيت، هذا الحديث كاف انه يدينكم انه انتم مو عادلين، انتم ناس فاسدين، وراح نبقى نتظاهر عليكم منا لحد ما تتغيرون. ما عدنا رجعه. خاف ذيك المرة السيست وتجنت 3 سنوات من 2015 لحد الآن. الآن بعد ماكو رجعة. احنا هسه ما مثل ما تقول يعني صايرة هوسة. خلي يشكلون حكومة بأسرع وقت على مود نعرف على منو نتظاهر. هسه من تتظاهر يقول لك أحزاب حكومة انتهت وحكومة جاية راح تتشكل. الفائزين نحاسبكم. تشكلون حكومة نحاسبكم. بس هالمرة قد أعذر من أنذر. ووسطت حدها. وصلت للقوت، قوت اليوم يعني العائلة قام العائلة العراقية تفلشت. البنية قامت تطلع من الطريق، الولد قام يطلع من الطريق، العائلة طلعت كلها من الطريق. قوت يومك أنت ما عندك، شو يسوي لك بعد؟ يعني حقه من يجي يكتلك؟ هسه لو تصير ثورة مسلحة هم حقه. بعدنا طالعين سلميين، سوونا بعثيين، سوونا مسيسين، سوونا مندسين، سوونا تابعين الدول. أنت محاربة بقوتك، بقوتك أنت موفر له قوت يومه عمود ما يطلع عليك. هذا اللي نريده ونريد نوصله لهم، احنا لا مندسين ولا تابعين الدولة، شعب عراقي طالع ضد حكومة فاسدة. لا يظلون يحجون حاجة زايد، والخدمات هاي اللي يحجون عليها مع احترام للكل، لا كهرباء ولا ماي ولا وظيفة، هذني حقوق منتهين منهن. الشيء الثاني لازم تسووا دولة، رجعونا وطننا العراق مال قبل، انت تطلع برا يحترمونك. وشكرا، عاشت المظاهرات. احنا كمواطنين عراقيين يعني اطلعنا من الحيف اللي وقع علينا، من الحيف، من الظلم، عطالة، يعني ماكو لا شغل لا عمل. هاي الشباب كلها
يعني ترسوا البلد عمالة أجنبية على حساب المواطن العراقي، هاي واحد. اثنين، انه احنا هسه من الظاهر يتهمونا انه مدفوعين وما مدفوعين. يا اخي ليش اللي يطلع عليكم تتهمون تهمات ما انزل الله بها من سلطان؟ زين انتم مو كنتوا همين معارضين؟ انتم هسه صرتوا بالحكم، ليش هيك تسوون؟ ليش هيك تسوون؟ واحدكم كان شو اسمه يجدي من السيده زينب وباسم الدين باقون الحراميه، هسه كلهم حراميين، اي حزب اي حكومه تشكيل كلها كذوبه، حتى لو شكلت الحكومه نفس البوق ونفس السرقات كلهم حراميين. بسم الله الرحمن الرحيم، عنا على مدار 15 سنه بعد الاحتلال الامريكي شنو اللي حصل المواطن العراقي؟ هذا تعال 15 سنه اكو غير الحرب الطائفيه والدمار واباده المحافظات والمجاعه بالشعب العراقي، شعب الخيرات، شعب الحضاره. اليوم المواطن العراقي جدي اليوم الارمله جدي الاطفال مليان الشوارع، يعني شنو اللي قدمت الحكومه؟ ليش واحد قدم الحكومه للشعب العراقي؟ الحكومه جت عميله على تدمير العراق، هذه الحكومه اللي شكلت من قبل الولايات المتحده الامريكيه ودول الجوار هدفها تدمير العراق حفاظا على اسرائيل، وهذا اللي صار. يعني الشعب العراقي انتفض، يعني الشعب العراقي طالب بحقوق. اخي احنا نريد الحياه، نريد حياه كريمه، نريد حياه. تاريخ العراق شنو كان بالسبعينات؟ كان اقوى اقتصاد بالعالم، كان لا بطاله، كان عمل، علم، كل شيء موجود بالعراق. واليوم دمروا 100 سنه اللي وراء ها العمليه السياسيه البائسه. الشعب العراقي من حقه ينتفض. اعطيني بلد بالعالم واحد تباع به المخدرات بشكل علني. اليوم في بغداد 150 مركز يباع المخدرات في بغداد فقط ما عدا البصرة والجنوب. إذن بلد الأنبياء، بلد الرسل، بلد الحضارة، بلد الأولياء تباع به المخدرات بشكل كامل علني. زين بالله هذا بالعمره 15 سنة الشاب المراهق شنو ذنبه يروح ياخذ هالكبسولة يبيعوا لي هي سعرها 5 دولارات يطوي ب 3 دولارات على مود يربح بها؟ يعني ماكو شيء دمار، ماكو شيء. يا اخي احنا نريد بلد على شنو تقدمنا الدماء؟ على شنو ها شبابنا راحت؟ على شنو ها الارامل والايتام؟ كل لاجل العراق، وبالتالي تحكمنا حفنة من السراق العملاء، وبالتالي من الظاهر هالوجوه الشبابيه تتهم بكذا وكذا. يا اخي نريد حقوقنا. اي مندسين لك يا اخي كل هذا السخير ما بينا ما شاء الله 10,000 دينار، وبالتالي اولاد الوزراء والمسؤولين في الخارج لديهم السيارات المصفحه بالذهب ولديهم ما لديهم، وهذا الشعب العراقي المسكين. اخي اليوم الشعب العراقي بكافه المحافظات منتفض يطالب بتشكيل حكومه وطنيه، حكومه انقاذ وطني ولاها للعراق. نريد اشخاص ولاهم للعراق يعيشون مع الشعب العراقي، يشوفون شنو معاناة الشعب العراقي، وين صار بالتاريخ حكومة عازلة نفسها بسياج وبحمايات، وين صار هذا الوزراء الأجانب بين الشعب يطلعون يا عمي لا مصفحات لا خدم لا عشم. وبالتالي هذا الشعب العراقي المسكين اليوم فقط ادفع الدماء والضرائب وهالبطالة الشباب. يا أخي نريد بلد، نريد عراق اللي كان عراق بالسبعينات والثمانينات والستينات، عراقنا هذا اللي اشتريناه بدمنا. من منكم ما عنده أبوه أو أخوه شهيد؟ المن دفعناه؟ دفعنا لأم الهوى لو دفعنا لهذا الوطن. وبالتالي يا أخي نريد احنا حقوقنا، نريد حكومة وطنية نزيهة. احنا مو طلابين سلطة عمي، عم نريد حقوق. احنا لازم كل مواطن عراقي يعيش أقل شيء مثل الخليج. ليش ما عندنا بترول، ما عندنا معادن، ما عندنا موارد طبيعية، ما عندنا خبرات، ما عندنا طلبة، كل شيء موجود. وبالتالي اليوم المواطن العراقي يروح يجدي، وين صايرة؟ نطلع للخارج، عراق روح علي بابا. يا أخي دمرونا ذولا. واليوم اليوم المرجعية صريحة قالت وجهت خلال الجمعة القادمة ستكون انتفاضة عارمة. أدعو الشعب العراقي أن ينتفض، هذا عرضنا، هذا شرفنا، هذا بيتنا. هم شنو يقول لي؟ كل واحد عنده الجنسية البريطانية، الأمريكية، القطرية، الإيرانية، ما أدري إيش، شو وقت ما يضيم الضيم يصعد وهو بايق له كذا مليار من الشعب العراقي مصوا دماءنا. زين وما عندهم ملا. إحنا نطالب الشعب العراقي ان ينتفض، وان شاء الله صوتي ان شاء الله الجمعه القادمه ستكون هناك 3 محاور للتظاهرات، امام الجسر الجمهوري الطابقين، وامام
مجلس النهاب، هذا التشريع مجلس النواب النهاب، زين الشعب مصدر السلطات، هذا بدستورهم المريض، الشعب مصدر السلطات، شنو معناته؟ يعني الشعب هو اللي يدير البلد، مو هذول الحفنة الحرامية، وإن شاء الله أدعو الشعب العراقي أن ينتفض خلال الجمعة القادمة تلبية لنداء المرجعية، زين وباسم الوطنية نحن نتحمل، أمامنا مسؤولية تاريخية وطنية حتى ننقذ بلدنا من هؤلاء الفاسدين. نطالب عراق عراق يليق بالعراقيين ان شاء الله، ان شاء الله احنا عازمين على التغيير، وما عندنا فقط التغيير وتشكيل حكومة انقاذ وطني ووطنية مهنية ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. صلى على محمد وآل محمد. بالنسبة للمظاهرات ان شاء الله هاي مظاهرات سلمية، وانتم جاي تشوفون طوق الامني جايين تهمون بالمتظاهرين من صم مندسين، اي مندس من المتظاهرين، من اللي عنده حالات سكاكين حاده، من اللي شايل اصلا خاشوقه، من اللي شايلها، ليش تنتهمون المتظاهرين بالمندسين؟ اين المندسين؟ هاي هسه المندسين وينها؟ وين عندنا مندس؟ كلها ما عندها، كل شيء جايه، كلها جايه، حتى فلوس ما عندنا جايه، الله وكيلك مع اجينا ماشي، وين المندس اللي بنصنا؟ ثانيا احنا دارين تنتهمون احنا دمرنا المؤسسات الدولة، لا احنا ما دمرنا مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة هي مؤسسات الشعب، مؤسساتنا احنا، مطالبنا اسقاط هاي الحكومة الناهبة، هاي حكومة فاسدة من 2003 عميلة لامريكا واسرائيل وايران، هاي حكومة تاخذ اوامرها من خارج البلد وليس من المواطن، هذا المواطن صار من 2003 لحد الان جاي يطالب حق ابسط ما يكون، جايكم يا بشر اطلعوا عمتكم تطلبونا اطلعوا، شنو اللي سويتوا لنا؟ اعطونا شيء ايجابي كله سلبي، شنو اللي سويتوا؟ فهمتني؟ احنا هسه جاي نظاهر سلميه، الباقيه ما راح تصير سلميه، اذا يكون هيك الجيش، اذا جيش محسوب على الشعب العراقي وهذا جيشنا، لا هذا مو جيشنا، هذا جيش للاحزاب وجيش عملاء اللي الحراميه اللي قاعدين بالخضراء، لا اذا جيش خلي يطونا نطلع شويه، خلي ننزل شويه نطلع للشارع، هاي مو ساحه التحرير وهاي فضائيات جاي تصور، ليش ما تخلونا ننزل؟ خلونا نمارس حقنا، مو تقولوا التظاهر حق، مو يطلع رئيس وزراء يقول التظاهر حق، وين الحق؟ اذا احنا هسه مسجونين، اي حق؟ اي حق منا؟ اعطينا اي حق؟ تعال شوف الاجهزه الامنيه اللي نازله بالشارع، على شنو هاي نازله؟ غير فهمه، على شنو هاي نازله؟ ليش ما تذبوها على الحدود؟ محاربه داعش، ليش خليتوا جزيتوا بالحج الشعبي والناس الفقراء حاربه داعش؟ وانتم نايمين هنا. وشكرا. رسالة للشعب العراقي حصرا، هاي العالم للصيحة هات من الذلة ويمثلون الحسين، أقولها ها وبعلو صوتي، من العار يمثلون الحسين بزيارة مال الأربعينية، لطم العالم تمشي الكربلة هات من الذلة، هاي العالم وينها؟ مرضى تبذلها ها؟ لو كذب هاي عالم مصلي كذب، تلطم كذب، يسوي مواكب ها كلها كذب، وينها بس هاي دفتهم، وين هاي العالم؟ بغداد 9 مليون 10 مليون، وين هاي العالم؟ بس الصيحات من الذلة وأكثر من هذه الذلة وصلنا. متطوقين للمتظاهرين ما اعرف على شنو، شباب احنا جايين الظاهر دمروا المؤسسات، يقولون مندسين، اي مندسين؟ والله انتم تدزون علينا مندسين، والله انتم دمرتوا الشعب العراقي، يعني شاب لو يشرب نرجيله لو يشرب ها؟ لا والله انا كاسب ان شاء الله، بس شباب احنا كذا شباب طالعين لساحه التحرير، يعني ماكو، يعني شباب لو تشرب نرجيله لو يشرب حبوبه ماكو، لا شغل لا عمل، ما هذه الحكومه دمرت كل شيء، دمرت التعليم، دمرت المدارس، يفلشون المدارس ويعوفونها لا يبنونها، لا جاي نطلع ويقول لك مندس، لو يضربك مسيل الدموع، لو طلقات حي، انا بذيك المظاهرات في ساحه التحرير، والله يهود ما يسويها، والله يهود ما يسوي، التموا على صديقي بال20 واحد يعني
20 واحد قليلة وبالدونكيات، يعني يهودي هذا يهودي من الجيبة هم يسويج يا أخي، يهودي من الجيبة منك هم يسويج، يعني ما أدري هذا أحزاب، ما أدري أحزاب تدعمهم، ما أدري هذا مو جيش عراقي، أنا أحسب هذا مو جيش عراقي، هاي الجيش هذا عسكر ميليشيات، ميليشياتهم أحزابهم كلهم ميليشيات حمار الحكيم، كلها الميليشيات، خليها شي سجل ميليشيات إيران كلها نازلة بالخضرة ويضربون بالمتظاهرين. شكرا. رسالة إلى الدكتور حيدر العبادي باسمي وباسم جميع المتظاهرين، باسمي وباسم جميع المتظاهرين وباسم الشعب العراقي كافة، نقول للحيدر العبادي إحنا مظاهراتنا سلمية ومحافظين على سلمية المظاهرات لحد هسه، زين احنا صار لنا 20 يوم هنا جاي نتظاهر مظاهرات سلميه ومحافظين على سلميتها، بعد هذا الحكي ما راح تكون سلميه، خلي يشوف حل للتظاهره هاي. ها احنا هسه متجمعين جاي نداوم دوام رسمي يوميا، نجي الساعه بالخمسة ونرجع الساعه بالسبعة، هذا الحكي مو حكي مظاهرات، هذا الحكي حكي ها خلي نقول دوام، بس وراها بعدها احنا ما راح تكون المظاهرات سلمية. انا جاي احكي باسم جميع المتظاهرين وباسم جميع الشعب العراقي، بعد هذا راح تكون دخول الى المنطقة الخضراء. صدقني هذا الشعب ترى قوة قوة، كابت الضيم اللي هو جاي يمر بي قوة قوة، ها ساكت ساكت على هذا الضيم، ساكت على هذا الذل اللي احنا جاي نشوفه وجاي يصير بينا، هذا الشعب ترى راح ينفجر. زين الرسالة إلى حيدر العبادي نقول له دير بالك من هذا الشعب، هذا الشعب إذا انفجر ماكو لا أنت ولا المنطقة الخضراء ولا الجيش مالكم أنتو، مو الجيش مالنا، جيشنا إحنا واحد ها، بس هم جيشهم الجيش اللي بالمنطقة الخضراء هذا كله ما يسكته. زين فنقول للحيدر العبادي خلي يستعجل بوجود حل، ها وجود حل لهاي التظاهرات احسن له، يعني احسن له. احنا ما طالبنا طلب واحد بس، ما نطالب لا بمي ولا بكهرباء ولا بتعليم ولا بهذا كله، خلي نعيش على فوانيس، خلي نعيش نحفر بابيار مال مي ونشرب ما يخالف، قابلين، بس نطالب اسقاط البرلمان زين وحكومة تكنوقراط زين تصير عندنا، وهذا هو هذا طلبنا احنا، فخلي يشوف لحل بمطالبنا احسن له، يعني هذا مو تهديد، هذا مو تهديد، هذا احنا جايين نحذره تحذير، لان هو همين عراقي زين، لان عراقي هو، ها نحذره هذا التحذير، بعدها راح يكون تهديد زين، واني مسؤول على كلامي، انا اسمي حسين علي زين، مسؤول على كلامي، واني معروف هسه هنا بساحه التحرير معروف، يعني عرفتني الحكومة كلها زين، وهاي جماعتي كلها تشهد لي يعني زين، فخلي خلي خلي يلقي له حل حيدر العبادي ويلغي البرلمان. احنا ما نريد برلمان، ما نريد اللي يمثلنا، احنا نمثل نفسنا، احنا نمثل نفسنا، احنا قادرين على انه نقدر نمثل نفسنا، ما نريد واحد يمثلنا. واشكركم، هاي الرسالة اتمنى توصل للحيدر العبادي. والله كل شيء ماكو بس مشكورين. انا من اثنين اخوان شوالي اسمه رخصك، انا حيدر العبادي ناشد ان شاء الله، انا من الطبوه شهيد من 2007 لحد الان قطعت ارض ما منطيني راتب تقاعد تقطع بي، اروح للدارات الحكوميه يرجعون بي يقولوا ما ندت عين بو كان وادي يطرد بي، اقول له الدقال للوزير ماكو، يعني شنو ذنبي وطيت اخو شهيد بالاحزاب وكل شيء ما مستفاد من يبكم، هذا تالي تزوجت هسه كفيله كل عباس ربع جدي مجاوده حتى جنانه وكل شيء ما سووا النحل، شنو ذنبنا احنا؟ انا عندي اخوان سته وعندي والدتي مريضه بالسرطان وكلها انا معايشه بوحدي، كفيله الزاره وتعمي ما اريدكم والحسين ما اريدنا، ملينا بالعباس نصر مثل اهل البصره يصير براسنا خير، بس احنا بغداد كل شيء ما قاعد نسوي، نطلع بس الجمعه نطلع يوم يكون وطب لك الخضره، ما اريد نهدد لان انت نعتبرك قائدنا بس طاح الحظ وعلي ما تستاهل. Yeah.
اولا اطالب الشعب العراقي وبالخصوص اهالي بغداد بالخروج فورا الى ساحه التحرير وفي مناطقهم الداخليه واعلان حاله العصيان المدني من قبل جميع النقابات، واخص بذلك نقابه المحامين، نقابه المعلمين، وخلي يكون موقفهم مشرف من كل التظاهرات اللي جاي تصير الشعبيه من قبل الشعب العراقي. هاي وحده. الشيء الثاني قضيه الانتخابات اللي 20% وحددت مصيرنا، ها، وصار الشعب في دائره الخطر بسببهم. تكوين الحكومه وتشكيلها تاخر كثيرا، فانتم اذا عندكم نيه تسوون حكومه يجب توفير الماء والكهرباء، والا فان الشعب سيكون له موقف اخر. كذلك البطاله ثم السكن، كل هاي يجب معالجتها فورا. الشعب المصري ليس افضل من الشعب العراقي. والله عطابه لا شغل عمل، هاي ميتي يعطيني 5 دولار من الصبح من ساعه 7 لـ3، وانا قاعد فندق لا عندي بيت، حتى بيت ما عندي. هاي طلب من داخل يطعفوا عامل يرجعون للعامل يرجعون للشرطه مبصورين. ما عندنا هذا، انا عندي بيت ما عندي، انا فندق لا عندي بيت، حتى لا دوام عندي. رجعوا خير يرجعوني.